موطن هنا الثالث عشر تجري انطلاقات وتحديات الشوط الثالث بالنسبة للإنتاج والمنتجين. نتابع محبوب على الصدارة وعلى المركز الأول لسعيد بن محمد أبو إبراهيم من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. هنا سليل من يأتي على المركز الثاني، حسن بن عبد الله بن غليط الغفلي من ينطلق على ثاني المراكز والمركز الثالث. المركز الثالث حشيم علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري، وعلى المركز الرابع مياس هنا ينطلق لراشد بن حمدان بن محمد الحميري من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس صغان لسعيد بن حميد برويس الكتبي ينطلق على المركز في هذه اللحظات الخامس. وفي المركز السادس غياث هنا لمحمد بن احمد بن سعيد بن حلوة ينطلق بغياث على سادس المراكز. وفي المركز السابع مياس سعود بن محمد الخريباني النعيمي ياتينا مع مياس هنا بهذا الانطلاق الجميل سابعا. وفي المركز الثامن مشغل لعيلان بن عبد الله بن محمد المهيري مع مشغل على المركز الثامن. وفي المركز التاسع شاهين ياتينا على المركز التاسع لسيف بن راشد بن سويدان لقتبي هنا بهذا الانطلاق الجميل. وعاشر مراكزنا شرين لسالم بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى سليل هنا من انطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، سيطر على زمام الأمور، سيطر على الصدارة وعلى المركز الأول. حسن بن عبد الله بن غليط الغفلي من يقدم سليل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. قدم لنا المايدية هناك في أحد الأشواط الماضية وتنتزع الفوز والناموس. ها هو يقدم سليل هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة. بينما المركز الثاني ويأتينا محبوب سعيد بن محمد بن أحمد ببراهيم على المركز الثاني. وفي المركز الثالث ياتي حشيم علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع مياس المنطلق على المركز الرابع، راشد بن حمدان بن محمد الحميري المنطلق على المركز الرابع. وخامس المراكز غياث محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه، وياتي مشغل هنا لعيلان بن عبد الله بن محمد المهيري القادم بتحدياته الجميله. وثامن مراكزنا مياس لسعود بن محمد الخريباني النعيمي من ياتينا هنا بانطلاقته الجميلة في ثامن المراكز. وفي المركز المركز السابع المركز الثامن صغان لسعيد بن حميد برويس لقتبي من ينطلق ثامنا. وفي المركز التاسع شاهين السيف بن راشد بن سويدان لقتبي. وعلى المركز العاشر والقادم هنا هملول العلي بن سعيد بن سلمة المنصوري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى سليل على الصدارة على المقدمة. السليل إذن على صدارة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة هنا في أشواط الإنتاج والمنتجين. سليل الحسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي هنا ركز أبو عبد العزيز مع هذا الانطلاق المميز الجميل مع سليل وتحدياته المتميزة. المركز الثاني محبوب لسعيد بن محمد بن أحمد أبو إبراهيم وصل هنا
وصل في هذه الانطلاقة مشغل لعيلان بن عبد الله بن محمد المهيري. هنا المركز الرابع، المركز الرابع حشيم علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري هنا القادم على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس وصل هملول العلي بن سعيد بن سلمة المنصوري قادم من الوثبة أيضا بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي، عينه على صدارة بهذا الانطلاق شاهين السيب الراهد بالسويدان لجتبي أيضا مع الكيلومتر الأخير. هنا يغير بهذا الانطلاق المميز يسلم التحديات، جميل والأداء أجمل وأجمل مشاهدينا الكرام. وهنا هملول، هملول ينطلق على صدارة، ينطلق على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هملول العلي بن سعيد بن سلمة المنصوري من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة، ولكن أرى أهالي الهير هنا مع شاهين سيف بن راشد بن سويدان بن حضير ملكتبي والوصول بأول ندى. وصل بو سالم مع شاهين، سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي ما يبنى لطاري، ما يبنى لطاري شاهين إلا هنا في الأمتار الأخيرة ينطلق بالتحديات الجميلة ومشغل رابعا لعيلان بن عبد الله بن محمد المهيري. ولكن الصدارة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل والأشواهين شاهين 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 للسيف بن راشد بن سويدان بن حضير بن الكتبي على الصدارة على المقدمة. ولكن أرى التسلل، أرى التسلل، التسلل هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل. يا سلام، الله الله الله، هملول 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 وعادشن، عادشن شاهين من الجانب الآخر، عاد شاهين إلى الفوز والناموس. سلام للهير، سلام، تهانينا لسيف الراهد بن سويدان بن حضير بن الكتبي. المركز الثاني هملول علي بن سعيد بن سلمة، شاهين لسالمين بن سالم سالمين الشامسي. ثالثا المركز الرابع غياث وصل لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، ومشغل لعيلان بن عبد الله بن محمد المهيري. من أتانا هذا الانطلاق المميز الجميل لمشاهدينا ومتابعينا الكرام. ونعود هنا إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام ولحظة وصول شاهين إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس بهذا الانطلاق المميز الجميل. تهانينا على هذا الأداء بسبع دقائق 48 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسيف بن راشد بن سويدان بن حضير بن كتبي على هذا الفوز المميز الجميل. بينما المركز الثاني هنا الانطلاق كان من قبل هملول العلي بن سعيد بن سلمة المنصوري، قاطع المسافة سبع دقائق 49 ثانية. وفاء وتماما وكمالا شاهين من أتى على المركز الثالث لسالمين بن سالم بن سالمين الشامسي، قاطع المسافة في سبع دقائق 49 ثانية توقيت الزمني أبو عدنان. هنا أيضا وخمسا من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام.